السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أسعد الله مساءكم أينما كنتم من تلفزيون جيبوتي، وحيكم وقراء لحضراتكم هذه النشرة. إليكم أهم العناوين. وزير الصحة يقوم بإطلاق المرحلة الثانية من التطعيم ضد شلل الأطفال. دوليا أنغولا تفتح أبوابها لجذب المستثمرين الأجانب إليها. من مقدمة النشر إلى تفاصيلها، أهلا بكم. أطلق وزير الصحة الدكتور أحمد روبلي عبد الله فعاليات وأنشطة المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، وذلك في عيادة فرحاد. وحضر مناسبة إطلاق المرحلة الثانية من تطعيم الأطفال ضد الشلل كوادر رفيع المستوى من وزارة الصحة ومسؤولون من منطقة أو من منظمة اليونيسف. وتأتي هذه الخطوة بعد شهر واحد من إطلاق المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، وستستمر لمدة 5 أيام، وتستهدف جميع الأطفال دون سن 5 في مجمل التراب الوطني. وتلقى التطعيم خلال إطلاق هذه الحملة حوالي 50 طفلا من قبل وزير الصحة وممثلي منظمة الأمم المتحدة العاملة في البلاد. وأصبح تلقي الجرعة الثانية من اللقاح لجميع الأطفال دون سن 5 أمرا ضروريا، لأنه يوفر لهم التحصين الكامل ضد شلل الأطفال. وبفضل هذه الحملة ظل بلادنا خاليا من شلل الأطفال لأكثر من عقدين من الزمن، والتي يتم تنفيذها بشكل دوري من أجل حماية أطفالنا حتى يتمكنوا من العيش في صحة تامة. الدكتور أحمد الروبلي وزير الصحة أحث السكان وخاصة الآباء على تلقيح أطفالهم من خلال الاستفادة بشكل كبير من هذه الجولة الثانية من حملة التطعيم. المزيد نتابع مع الزميل فيصل الأزهري. وحن ما تسكن مني ومركي لباد أن تلال كان لغهور تغيو سنيردا. نحن اليوم نتواجد هنا في عيادة فرحاد لإطلاق حملة تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين الولادة إلى السنة 10 في العاصمة وفي المناطق الداخلية من التراب الوطني. وهذه هي النسخة الثانية، حيث كانت الأولى في الشهر المنصرم، وقد تم التخطيط للوصول إلى باب كل منزل. وكما تعلمون أن شلل الأطفال هو مرض خطير يسببه فيروس، فإن أصاب الطفل يسبب شللا كاملا بالجزء الأسفل من الجسم، وبالتالي سيكون الطفل معاقا تاما، لا يقدر أن يقوم بأي عمل لنفسه أو لبلده. ونحن نريد الحيلولة دون الإصابة بهذا المرض الخطير بتطعيم أطفالنا مرتين، وقد انتهينا من التطعيم الأول في الشهر المنصرم، وهذه هي النسخة الثانية، ستبدأ في 27 من شهر مارس الجاري، وستستمر حتى 31 من نفس الشهر. وسنطرق كل باب لتطعيم كل طفل، سواء أكان جيبوتيا أم مقيما في جيبوتي. نظمت جمعية تنمية منطقة بخل معروفة بأدو يوم أمس الجمعة فعالية النسخة الوطنية الثالثة من مسيرة خرعنقر، والتي أقيمت في موقع الأخوة 7 لست فخير للسياحة والصيد. وأجرت فعاليات المسيرة بالتعاون مع حاكمية منطقة أبخ والمجلس الإقليمي وعدد كبير من الجماهير، من ضمنهم أعضاء من الحكومة أمثال من الدولة المكلف بالرياضة، كما شارك في هذه المسيرة والي منطقة أبخ السيد عبد الملك محمد بنويتا، ورئيس المجلس الإقليمي السيد محمد حمد إسماعيل، والأمين العام لأمانة الدولة المكلفة بالرياضة السيدة خديجة إبراهيم إدريس، ومدير عام الوكالة الجيبوتية لتنمية سيد مهدي محمد جامع، إضافة إلى أساتذة ومعلمي هذه المنطقة. وانطلقت هذه المسيرة تحت شعار الشباب الملتزمون بحماية غابات المنغروف. وتعتبر هذه المسيرة التظاهرة الشعبية هادفة إلى تعزيز وتنمية الشباب في المنطقة وفي البلاد. وأقيمت خلال هذه الفعالية أيضا مجموعة من الأنشطة خاصة الثقافية من أجل تعزيز وحماية البيئة، وحلقة تناقش أيضا لتبادل الآراء حول
سبل حمايتها. الجدير بالذكر أن تلك المسيرة تعد تظاهرة تهدف لتوعية الشباب بأهمية الحفاظ على التلاحم الوطني وحماية البيئة وترسيخ مبادئ التعايش بين الشعوب في منطقة القرن الإفريقي وعلى أيضا مستوى القارة. هذا وأشاد رئيس المجلس الإقليمي في محافظة بوخة سيد محمد حمد إسماعيل وأشاد في مداخلة له بحسن تنظيم هذه المسيرة. المتابعة à l'invitation de l'association ADO. C'est pour la troisième année consécutive que cette jeune association. نحن اليوم في خور عنقار بدعوة من جمعية ADO وهذه هي المرة الثانية المتتالية التي تقوم جمعية ADO بتنظيم هذه المسيرة وقد أصبحت هذه المسيرة في تقاليد أهالي أبخ وقد شارك فيها حاكم المنطقة وشباب أبخ إضافة إلى جميع المجتمعات الموجودين هنا وكان شعار هذه النسخة المحافظة على غابة مانغروف وهذه هي الغابة الثانية في منطقة غوردورية وبعد ذلك سنحضر مؤتمرا حول حماية المانغروف وذلك تحت جو بهيج مليء بالبهجة وفي هذه المناسبة أتقدم بالشكر لجمعية ADO ورئيسها وأعضائها وحاكمية أبخ وأمانة الدولة للرياضة وأيضا لجميع الأهالي الذين شاركوا في هذه المناسبة والنسخة الرابعة القادمة ستقام في راس سيان وذلك لتشجيع قدرة المنطقة. من جهتها عربت الأمينة العامة لأمانة الدولة المكلفة بالرياضة السيدة خديجة إبراهيم إدريس عربت عن سعادتها للمشاركة في هذه المسيرة وقالت نحن نتواجد هنا للمشاركة في النسخة الثالثة للمسيرة في خور عنقار التي تنظمها جمعية أردو في منطقة أبوخ وأنه لشرف لي أن أشارك في هذه المسيرة حيث كان شعار هذه النسخة الشباب الملتزمون بحماية مانغروف. هذه هي المانغروف الثانية الموجودة في منطقة أبوخ وهذا شرف لي أن أشارك في هذا الحدث الكبير ونشارك جمعية أردو التي تقوم بتنظيم هذه المسيرة التي تهدف أيضا إلى الحفاظ على البيئة برعاية مجموعة أبو أحمد عبد الرحمن أحمد طه وشركة ديكو. أقامت المدرسة اليمنية صباح اليوم في القاعة الكبرى بقصر الشعب مناسبة مكرسة لاختتام العام الدراسي 2021-2022 وتوديع خريجي وخريجات دفعة روح الإبداع من طلاب وطالبات المرحلة الثانوية وهي الدفعة 31 منذ إنشاء هذه المؤسسة التعليمية عام 1991 وانعقد هذا الاحتفال البهيج بحضور الأمين العام لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهنية سيد محمد عبد الله مهيوب والسفير اليمني عميد سلك الدبلوماسي في جيبوتي السيد عبد الله بن مسلم السقطري وقائد خفر السواحل الجيبوتي العقيد عيسى عمر بقري الى جانب اعضاء الهيئه التاسيسيه فضلا عن مدير المدرسه اليمنيه السيد عبد الرقيب ورئيس مجلس الاباء الحاج عبد الرحمن احمد طه ومالك شركه ديكو السيد فهيم علي محمد حيدر كما شارك في المناسبه العديد من اولياء الامور بالاضافه الى اعضاء هيئه التدريس والمئات من طلاب وطالبات هذا الصرح التعليمي الشامخ الذي يسهم بصورة ملموسة في جهود تعليم ونشر اللغة العربية في جمهورية جيبوتي. إذن تقدر الإشارة إلى أن العدد الإجمالي للطلبة والطالبات في هذه المدرسة حالياً يعني الخريجين وأهني القائمين على هذه المدرسة من الإدارة والمدرسين وأبارك كذلك لأولياء الأمور ونقول لهم فعلا يعني استثماركم في أبنائكم هو الأساس الحقيقي
ابنوا أبنائكم ولا تبنوا لهم. سيعود المكتب في جيبوتي ويتيح فرصة للطلاب يدرسوا في تعليم إلكتروني والتعلم عن بعد في جميع التخصصات الإدارية والإنسانية إن شاء الله. من جانبه ألقى رئيس مجلس إدارة المدرسة اليمنية السيد عبد الإله كلمة استعرض فيها أهم محطات المدرسة اليمنية والتي تأسست في جيبوتي عام 1991، مشددا على الجهود التي تقوم بها إدارة المدرسة اليمنية في سبيل تعزيز العملية التعليمية، فيما هنأ الحاج عبد الرحمن أحمد طه رئيس مجلس الآباء وعضو الهيئة التأسيسية الطلبة على التخرج من المرحلة الثانوية داعيا إياهم إلى مواصلة مشوارهم التعليمي. في هذا اليوم المبارك نتوج دفعة روح الإبداع، الدفعة 31 للمدرسة اليمنية، وفي هذا الترحيب يسعدني أن أخصص كلمة بسيطة لأعزائي الخريجين، فأقول لهم أعزائي الخريجين عزيزات الخريجات، نقول لكم باسمنا واسم مدرستكم وباسم أهلكم وكل من يحبكم وكل من حضر من أجلكم، وفقكم الله في حياتكم المستقبلية. أنتم اليوم تصنعون حاضركم المستقبل، أنتم أصحاب القرار، أنتم لكم كلمتكم اليوم. أصبحتم اليوم بما أخذتموه من خبرة وتراكم مؤهلات في المدرسة اليمنية تستطيعون اتخاذ القرار الحكيم في الحياة المستقبلية. يشير إلى الرقم 31 روح الإبداع، رقم هذا الدفعة والذي يذكرنا بالعمر المديد الذي وصلت إليه المدرسة اليمنية، والتي كانت قبل 31 سنة من هذا التاريخ مجرد حلم تحول إلى فكرة، ثم بجهود كثيرة من المختصين تحول إلى واقع ملموس، خبرة بالإضافات والمخرجات التي يشهد الاحتفال بتخريجها في نهاية كل عام، وهو ما يؤكد الدور الكبير الحافل بالفرص والإمكانيات الذي تقوم به المدرسة وتواصل من خلاله مشوارها التعليمي والتربوي تجاه أبناء الجالية إلى جانب أبناء هذا الوطن المعطاء الدافئ والذي نتشرف جميعاً بالعيش فيه والانتماء له تحت قيادة حكيمة ممثلة بفخامة الرئيس إسماعيل عمر جلي. بدوره عرب قائد خفر السواحل الجيبوتية العقيد عيسى عمر بوغوري في تصريح مقتضب عن بالغ سعادته للمشاركة في هذا الاحتفال المكرس لتوديع الدفعة 31 من خريجي وخريجات المرحلة الثانوية، كما ثمن عاليا على الدور الذي تنهض به المدرسة اليمنية فيما يتعلق بالاعتناء باللغة العربية والثقافة الإسلامية وتعزيز حضورها في جيبوتي. هذه الفرصة أستفيد منها لأهنئ إخواني طلبة الخريجين وأولياء أمورهم بما بذلوه من جهود جبارة خلال أكثر من 12 سنة، ونشكر حفلة التدريس وإدارة المدرسة والمؤسسين حفظهم الله، ونشكر سعادة عبد الرحمن الأب الكبير ونشكره على تأسيسه، حيث تخرجت هذه المدرسة قادة البلد، مدراء والوزراء وما ودكاترة والمهندسين والضباط قادة الجيوش. وأستفيد هذه الفرصة أيضا نشكر للجميع وأطلب أن يتواصلوا بهذه الجهود الجبارة، وربنا يحفظ المدرسة اليمنية العريقة والتي نفعت الأمة.
نواصل النشرة وإلى الموضوع المدرسي في إطار مشروع مدرستي وقيمته فعالية النسخة السابعة من العام الدراسي 2021-2022 اليوم السبت في جميع المدارس الكاينة في العاصمة والمناطق الداخلية وذلك بهدف تنظيف المدارس. وشارك في هذه الأنشطة عدد كبير من الأسرة التربوية وجميع الجهات الفعالة في نظام التعليم كالتلاميذ وأولياء أمورهم ومعلميهم والمتعاونين مع الوزارة وكبار المسؤولين في الوزارة. وكما إذن جمعت هذه كما نظمت في مدرسة دودة بتعاون مع ناصر القوات المسلحة الإيطالية وكذلك جمعية هورسيد وجمعية حماية البيئة يوما مكرسا لتنظيف بيئة المدرسة بمشاركة الطلاب والمعلمين وأولياء أمورهم وشخصيات العامة والمواطنين الذين تطوعوا من أجل المشاركة في هذا اليوم. وفي كلمة لأحد المشاركين في هذه المناسبة عبر عن سعادته للمشاركة في هذا اللقاء الأهم، الهدف هو غرس وترسيخ حب الوطن في قلوب الطلاب الذين هم قادة المستقبل. في إطار برنامج تعزيز الثقافة لدى الشباب الجيبوتي نظم مركز التنمية المجتمعية في منطقة تجورة الأسبوع الماضي أمسية ثقافية، وتخللت هذه المناسبة بالرقصة التقليدية والفولكلورية ومسرحية تعكس أهمية والتزام المواطنين بتعزيز الثقافة الوطنية. وجرت هذه المناسبة بحضور مسؤولين من وزارة الشباب والثقافة ومسؤولين محليين من المنطقة بما فيهم محافظ منطقة تجورة سيد حسن دابلي ونائب رئيس المجلس الإقليمي وعقال وعيان ممثلي للجمعيات الشبابية وجمعية البيئة. من جانبه سلط نائب المدير الإقليمي لوزارة الشباب والثقافة سلط الضوء على إنشاء قاعدة بيانات للأندية الثقافية والفولكلورية في المنطقة، واختتم كلمته مشيرا بأنه سيتم تنظيم مسابقة للرقص ومعرض تذوق الطعام في الأشهر القليلة القادمة. أما السيدة رقية حسن مديرة مركز التنمية المجتمعية هنأت فريق مركز التنمية المجتمعية في تجورة على تنظيم هذه الأمسية الثقافية، وأكدت عن استعدادها واستعداد وزارة الثقافة والشباب لتقديم الدعم لجميع المبادرات الهادفة إلى مساندتهم. وأشادت مديرة مراكز التنمية المجتمعية سيدة رقية بدور الفعال للشباب من أجل تعزيز التنمية المستدامة في المنطقة وفي البلاد. محافظ منطقة تجورة سيد حسن دابلي فعبر هو الآخر عن سعادته المشاركة في هذه الأمسية الثقافية التي تشهدها ويشهدها مركز التنمية المجتمعية في تجورة، وهنأ الشباب وشجعهم على البقاء على هذا الطريق لتعزيز التراث الثقافي ونقله إلى الجيل القادم والاستمرار في دعم مبادرات الشبابية. وأكد عن استعداده لدعم المشاريع الثقافية والشبابية في المنطقة مطمئنا دور المركز على أنشطته ودعمه والعمل لجانب مراكز التنمية المجتمعية في المنطقة والمساهمة بشكل كبير في انعاش الثقافة من خلال عمل الشباب. قامت مؤسسة ديوان الزكاة بتوزيع حصيلة الزكاة لعام 2021-2022 على مستحقيها من أبناء منطقة تجورة بشمال البلاد، واستفاد من هذه الحصيلة من أموال الزكاة 118 من الأسر الفقيرة في المدينة البيضاء ومن مختلف القرى والنواحي التابعة لها. كما وزع الديوان أيضا كفالة الأيتام خصوصا الدفعتين الثالثة والرابعة على 76 يتيما ويتيمة. ونظرا لحلول شهر رمضان المبارك وزع الديوان أيضا على جميع المستفيدين من توزيعات الزكاة والكفالة وكذلك على الأئمة ومؤديني مساجد إقليم تجورة هدية من الثمور. وحضر حفل توزيع كل من والي المنطقة السيد
حسن دابلي ورئيس المجلس الإقليمي، كما شارك في الحفل أيضا كوادر من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف. وبهذه المناسبة أكد مسؤولو الديوان على أهمية هذه المشاريع التي أسسها فخامة رئيس الجمهورية. تماشيا مع مهامها الإدارية والاقتصادية، بدأت عناصر الدرك الوطني المتمركزة في منطقة الدخيل تنفيذا لتوجيهات محافظ منطقة الدخيل، وبالتعاون مع وزارة التجارة والسياحة بدأت عملية المراقبة لأسعار المنتجات الغذائية الأساسية في المحافظة. هذا وتوجه فريق الدرك الوطني في الدخيل إلى نقاط البيع المختلفة من أجل المراقبة عن كثب لأسعار المنتجات والمواد الغذائية الأساسية في الأسواق المحلية، والتأكد من الامتثال البيعي للأسعار التي حددتها وزارة التجارة. الهدف الرئيسي من هذه العمليات هو التخفيف من آثار التضخم على المستهلكين الجيبوتيين لضمان توافر المواد الغذائية الأساسية وفرض الأسعار المعتمدة من قبل وزارة التجارة والسياحة. وخلال هذه العمليات لاحظ رجال الدرك الوطني زيادات غير مبررة في الأسعار على مستوى بعض التجار، وتحقيقا لهذه الغاية تم إغلاق جميع نقاط البيع المخالفة وفرضت عقوبات كبيرة على المخالفين. إذن أعزائي المشاهدين، والآن ننتقل إلى الساحة الدولية. عقد أو يوم الخميس الماضي في بروكسل منتدى الأعمال الأول بين جمهورية أنغولا والاتحاد الأوروبي، وذلك بعد يوم من إقامة ندوات مهمة حول سبل الاستثمار في هذا البلد. أول أمس الخميس في بروكسل أشغال منتدى الأعمال الأول بين جمهورية أنغولا والاتحاد الأوروبي، وذلك بعد يوم من إقامة ندوات مهمة حول سبل الاستثمار في هذا البلد. كما نظمت على هامش هذا المنتدى سلسلة من الحوارات بين القطاعين العام والخاص من أجل إقناع الأوروبيين بالاستثمار في أنغولا. وقدمت الحكومة أمام أكثر من 800 مشارك أهم الإصلاحات التي نفذتها أنغولا في السنوات الأخيرة. وقال فرانسيسكو فرانكا الرئيس التنفيذي لشركة موتا أنغل في أنغولا: اليوم أنغولا بلد مفتوح أمام المستثمرين الدوليين، ولم يكن قبل بضع سنوات في هذا المستوى من التطور، وهناك الآن العديد من الفرص لتنفيذ المشاريع. وقد وضعت الحكومة نفسها سلسلة من القواعد التي تسمح للمستثمرين الدوليين بالذهاب إلى أنغولا والاستثمار في البلاد. وتم توقيع اتفاقية مع شركة فلاينغ الهولندية لتطوير قطاع الاستثمار، حيث تقدم الدولة الآن بيئة أكثر ملائمة للمستثمرين الأجانب. وفي مجال الصحي تم توقيع قرض بقيمة 50 مليون يورو مع بنك الاستثمار الأوروبي، بالإضافة إلى منحة بقيمة 7 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي. إذن أعزائي المشاهدين، بهذا قد وصلنا طبعا إلى نهاية النشرة. أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة. أترككم في رعاية الله. إلى اللقاء.